الضوئي كلنا عارفين القوس الضوئي اللي هاي مال الأشعة الميزة الطلاب، يكون هذا الصغير المضبوط شايفينه؟ ايه شايف اي الجروب جي دخلوا ويانا دكتورة. بس احنا ايش؟ يعني احنا ايش نبقى هنا؟ جروب ايش دخلتوا عن طريق الرابط؟ اي نعم دكتورة. اي هاي دخل لانه ما اعرف من دي اسوي اربع جروبات دي يرسل دكتورة مو حضور ما يسجل بالرابط. اعرف هسه ابلغ القسم هاني. هسه راح احاول والله بس لحظة. دكتورة خلي يكتبون اساميهم بالشات وكل من يم جروبه. حاول ذلك في المسائل تفتح إن شاء الله ذلك في المسائل أيضاً فتحتين أربعة من قبل نص ساعة فتحت الجروب الجروبات بس بعدين فصل عندي ما أعرف من تحت الرابع فصل عندي أجي إيه دكتور إحنا دائماً نجي اسم يفصل عندي يفصل وينزل نعم تقولون ليش في بداية فتح عندي طبيعي لكن مو دخلته صار لود فصل مين ما ننسى ما اعرف بس ابلغهم طلاب يلا عيني خلينا نكمل جروب ايش كتبوا بالشات الاسماء مالتكم واضح؟ تسمعوني؟ نسمع دكتورة واضح اي جروب اف بالساعة 4 طلاب كلمة بس ما تاخذ الساعة 4 يلا عادي اكتب بعد اسمك واكتب اي اكتب اسمك واكتب مقابلك الجروب مالتك يعني اوكي يلا هسه عرفنا قصة ضوء ان الاشعة الليزر تكون خاصة بقراءة المعلومات هي تكون الساعة مالته 650 ميجا بايت زين يستخدم هذا شنو تشغيل الوسائط او هي تكون خاصة مال الفيديوهات او الصور وايضا يكون خفيف الوزن تمام طلاب ونقدر نسجل بيه بالشغلات شنو بسيطة يعني مو كل شيء يعني الذاكرة مالته واضح؟ القوس الرقم مين أكثر شيء هم يعني الجيجابات مالته تكون محدودة لتخزين الأفلام أيضا والجودة مالته تكون عالية هسه عندنا هذا الفلاش الدرايف هذا هسه احنا عملي نستخدمه احنا يعني هسه أغلب الطلاب يستخدمون هذا الفلاش إذا يكون صغير الحجم يكون الذاكرة مالته كلش اوكي يعني ساعة مالته يعني زينة خفيف اقدر اوضعه بجيبي وين ما اروح اقدر انقل بيه ملفات مالتي اقدر اسيب بيه كتب فيديوهات وبنفس الوقت يعني مرن وسريع اسمه فلاش درايف واضح؟ دكتورة بس سؤال اي حبيبي جواب احنا الاتش ما كنا ندري استونا دخلنا ما حد قال يعني كنا بالرابط والله عادي طلاب اي عادي طلاب اللي عنده سؤال خلوه بنهايه المحاضره بس انتوا دخلوا عادي يعني بلغوا زملائكم خليه يدخلون تمام قوس الشبكه ايضا هو هم قوس الصليب يكون على جهاز اخر على الشبكه ما يسمح له الوصول على الملفات نفس الديزاين هذا يسموه قوس الشبكه يكون خاص مع نتورك الدرايف واضح؟ طلاب هو كل الأقراص كلها نفس الشيء لازم بس لكن كل قروص إلا تسمية خاصة واضح؟ طيب التخزين الإلكتروني المباشر شو نقصد بالتخزين الإلكتروني المباشر طلاب؟ اللي يعرف خلي يرفع لي إيده دكتور يعني هو هذا الجهاز نفسه مباشر فعلي من اللي يتكلم ما شاء الله هاي جروبات فعلي ايدك تعرف يلا محمد عماد
نعم دكتورة. نعم. المرافع عيدك؟ المرافع عيدك دكتور. المرافع عيدك. طيب يلا مرفع عيدك. يلا سجاد. سجاد علي. سجاد علي تسمعني؟ مصطفى رعد. زين سجاد علي مو رفعت ايدك. يرفع ايده وساكت. عفوا دكتورة تو دخلنا جروب اتش. دكتورة بس عيد السؤال. انت بس عيد السؤال. ما معنى نعمل التخزين الالكتروني مباشر؟ شلون يصير تخزين مباشر؟ شلون الطريقة؟ نعم دكتور تحميل الدائرة كبير. بعد. نعم. محمد احمد موجود؟ محمد احمد برا نعم دكتور. انا يا جاوي دكتورة. يلا منو؟ محمد رائد يجاوب. محمد اسعد؟ محمد رائد. يلا يلا محمد جاوب. هو تخزين واسترجاع الملفات الالكترونية وعادة ما تكون هذه الملفات مرصتكم طلاب. دكتور عندنا التخزين الالكتروني المباشر هو تخزين واسترجاع الملفات الكترونيا وعادة ما تكون هذه الملفات مخزونة على خادم يتم الوصول اليها ورفعها وتخزينها او تنزيلها. اوكي كلامك زين. انا شنو نقصد بهذا الكلام؟ يعني شلون انا اسوي تخزين الكتروني مباشر؟ يعني مثلا من يعني تحميل الداتا مال المعلومات مثلا عند القلبين. يعني شلون اوضح لك اياها دكتوره؟ بعد انت اذا تريدين من عندي كلام علمي لو اعطيك مثال يعني الجهاز ذاكره الجهاز. لحظه ها من يقول لي ذاكره الجهاز؟ بالعافية. يلا سجاد. تعرف تجاوب؟ من قبل شوية. زين شلون أقدر أرجعها؟ استرجاع شلون أسوي؟ زين استرجاع شلون أسوي استرجاع؟ والله اللي جاوبنا طيب درجتين على السعي. شو السؤال دكتورة؟ شلون استرجع؟ بس لحظة رفعوا ايدكم طلاب ما اريد يصير دكتورة عن طريق الجهاز. عن طريق شنو؟ ذاكرة الجهاز. رفعوا ايدكم من عبد الله. بس السؤال دكتورة بس ما فهمت والله. طلاب الثاني مو زميلكم. بس لحظة زميلكم محمد. محمد السلام عليكم دكتورة. قال اني استرجع الملفات اللي هي. وعليكم السلام. بس لحظة طلاب دكتورة دخلت من الرابط عادي. رائد انا استرجع. نعم دكتورة. بس خلي اوضح لكم السؤال. زميلكم محمد ايش قال؟ قال انه اني ذاكرة رئيسية اقدر اني استرجع منها الملفات. حلو لهنا انا اوكي. زين طيب انا شلون اقدر استرجع الملفات الرئيسيه بالذاكره؟ من يجاوبني يا شاطر؟ والله في درجتي على السعي. نعم؟ انا بس طلاب وايدكم ما اريد يجي هوسه. ايدكم طلاب. ما اريد تجاوبوا من يمكم.
دكتورة دكتورة جاوبك. لحظة هسه لحظة واحد زين خلني اجي على نورة. نور زهراء لحظة طلاب يلا نورة جاوبيني. نور زهراء ماكو نورة. فاطمة محمد فاطمة محمد رافعة ايدك دكتورة هاي حد جاوبك لانها من شعبتي. فاطمة لا دكتورة والله ما رافعة ايدي. يلا دكتورة هاي الحضور احنا ما رافعين ايدينا. لا والله طيب يلا مو مشكلة طلاب انا راح اجاوبكم. يلا اوكي اجاوب ثاني دكتورة اجاوب دكتورة مقابلكم من نادي سكتوب. بس لحظة طلاب باعوا هسا هذا مو سكتوب قاعد تشوفون قدامكم من هنا يطلع لكم. انا وين رحت شفتوها هسا وين رحت اني رفعي ماي كمبيوتر قاعد تشوفون طلاب. نعم دكتورة دكتورة كان طال عمرك باع ما عندك تقدر نشوف باع طلاب انا عندي شغلات حاسبتها من اللابتوب. انا عندي شغلات حاسبتها اريد خاف انا اريد استرجعها اللي هي خاصه بذاكة الجهاز شدوس ادوس شيفت من سلة المهملات مو دكتورة. لا شيفت شباك حيطلع شباك ادوس عليه انت طلابها طريقة ثانية هالشغلات هاني كلها حافتها اقدر استرجعها من نانا بعد اسوي لها كوبي بيست عرفتو؟ ترى فينا مالتها ما راح تتغير جودة مثل الصور. اي هاي اقدر انا من وين كمبيوتر ادوس شيف شفتو انا اروح اسيح يطلع لي شباك يصير ادوس انتر شكو شغلات انا حذفتها راح تطلع لي ترجع لي واقدر اسوي كوبي بيست. ترى هاي نهائيا حتى من راحت هاي حافتها. اي اذا انا عندي شغلات حافتها فولدرات اريد استرجعها جربوا بس انا عندي هالشغله من حافتها انا اقدر انا من ناقض استرجعها من ماي كمبيوتر. شفتوا شنو؟ سلك المهملات واحد ثلاث المهملات واحد هاي اوكي هاي مثلا انا حذفتها واريد استرجعها اسوي لها كات بعدين فيس هاي اوكي لكن هاي اذا انا حذفتها من ثلاث المهملات حذفتها اروح على ماي كمبيوتر ادوس شيفت شباك تظهر لي الشغلات المحذوفه. هاي الشغله بس لحظه نعم يلا عيني خلينا نكمل شفت كانت هاي الطريقة دكتورة بس مدى تصير يمنك قال لا بس اني اللابتوب ما تاني شغلات حافتها اوكي تروحون على ماي كمبيوتر شيف نجمة راح تطلعكم من البدوس وانت تطلعكم الشغلات اللي تنحاف فيها والله عرفتوا؟ هاي طريقة اوكي انا سألت المهملات اقدر انه انا شغلات اللي اقدر محفتها اكو برامج ترجع شغلات استرجاع الملفات الكترونية لكن هاي الطريقة هم يعني بعض يعني مثلا المهملات او تحطون برنامج واضح؟ انا اقدر انه نقول انه التخزين الالكتروني مباشر نفس الاي كلاود اي عادي بس لكن هاي الطريقة انه استخدمها خاصة باللابتوب واضح؟ هاي اكلود هاي مالتي واضح دكتورة واضح. طيب هسه احنا اني اقدر استرجع الملفات الكترونيا انتكم هاي الطريقه نروح ماي كمبيوتر بعدين شيف شباك انتر راح تطلع لكم الشغلات المحذوفه او عن طريق سله المحذوفات واضح؟ واضح دكتورة تمام هاي السنه يسمونه دكتورة بس سؤال بلا زحمه عليك بطاقه طلاب نهاية المحاضرة خلينا نكمل هسه بعدين اجاوبكم. بطاقة الذاكرة اللي هي الميموريكات تكون ذاكرة الكترونية اخزن بها البيانات يعني هاي انا مثلا شنو هاي البطاقة؟ هاي الكاميرا مال تصوير ايضا احط لها ذاكرة رام هذا يكون صغير يكون حسب السعة اللي احتاجها اقدر اسيف بيه برامج قصدي الصور الفيديوهات
البطايق همنه، فبعدين من اسيبها احملها واقدر اسحبها. واضح؟ طيب هسه عندنا وحدات الادخاء والاخراج. وحدات الادخاء والاخراج عندنا وحدات الادخال اللي هي لوحه المفاتيح اللي هي الكيبورد، تكون من اهم وحدات الادخال، يعني يكون الشيء يعني المصدر الاساسي للحاسوب، وتظهر به الاحرف الهجائيه الانجليزيه والعربيه والى اخره. انا اقدر عن طريق الكيبورد امارس اي شيء بالحاسبه. واضح؟ ها بالنسبه لوحه المفاتيح. لوحة المفاتيح اللاسلكية اللي تكون بالديسكتوب مال الكمبيوتر الحاسبة، اللي يكون نستخدمها قلنا بالمنازل، بالمستشفيات، بالدوائر الحكومية، هذا الكيبورد يكون الخارجي. أنا أقدر هذا طريق لا يعني في شيء أشكلها بالكمبيوتر، أو مثلا تلفاز من أقدر أشكله وأقدر أستخدم به أي شيء أريده. يعني هذا مو باللابتوب، هذا واحد بالكمبيوتر. اسمين لوحة المفاتيح اللاسلكية. الفار اللي هو الماوس هم اقدر انه اسوي له كونكت للحاسب او اللابتوب، واقدر استخدمه بالنظام الحاسوب، مؤشر للشاشه. يعني هذا يكون شويه اسرع وابسط من اللابتوب استخدمه بالماوس. واضح؟ هذا بالنسبه للماوس. الفار اللاسلكي هم نفس الشيء، هاي اكو تكون شايفيها هاي الطلاب مثل التاتش، سموها كرة التعاقب هاي. اي باتري هاي همنه، هاي ثاني، هاي ايضا همنه الكيبورد. يقول لك الماوس الاخير اللي مال اللابتوب، يعني انسان مو باللابتوب ما دا استخدم ماوس، لكن دا استخدم الماوس التاتش اللي يكون مال اللابتوب فقط الاخير. واضح؟ اي المسحات الضوئيه، شوف المسحات الضوئيه اللي تكون المحتوى صفحة إلكترونية تستخدم بالحاسوب، من حيث الآلات التصوير، المكاتب، المكتبات، أكثر شيء الصور، الفاكس، الإيميل تستخدم. أوكي؟ أخذ تحكم طلاب، هاي عصا اللي أنا مثلاً أستخدمها بالكمبيوتر، أو مثلاً الشاشة ماتي يعني تشكل بالشاشة، وأقدر إنه تحكم بالشاشة ما تسوي يمين يسار عن طريق العصا التحكم. المايكروفون كلكم تعرفون المايكروفون، استخدم تسجيل الأصوات، تعليمات مثلا، استخدم الندوات في المؤتمرات. واضح؟ كاميرا رقمية، كلنا نعرف الكاميرا الرقمية تكون خاصة للتصوير، وتكون وصف تقديمات تكون عالية، وأيضا فيها قوس أو رام. كاميرا الويب كنا نعرفها، هاي تكون خارجية، مثلا أنا شلون أسرق مثلا أقدم لكم قد عرض، ما أستخدم الكاميرا مال اللابتوب، أستخدم كاميرا اللي هي الويب الخارجية. واضح؟ وحدات الإخراج اللي هي تكون أول وحدة هي الشاشة، تظهر بها النصوص والرسومات، وعن طريقها أنا أقدر أستخدم اللابتوب، وتكون شاشة تروح من 15 إلى 21. واضح؟ هاي شاشة الحاسوب. شاشة العرض اللي هي تكون داتا شو، أو النوع الثاني مال الكمبيوتر همينة. جهاز العرض هذا هم داتا شو طلاب، هذا الجهاز أوكي أخليه مكان يعني وأوجهه عليه ويظهر عندي الداتا شو. واضح؟ واضح طلاب؟ واضح. ما أدري شيء، كلها شغلات يعني إحنا نستخدمها بحياتنا اليومية. لا دكتورة ما واضح. نعرفه مكبر الصوت، الاصوات نخلي سماعتين، هاي يكون الصوت يكون اعلى، تكون سماعه خارجيه تشكل بالرأس مال الحاسبه او بالمسجل عندنا او راديون. زين واستخدمها هاي من متابعه للسماعات. الطابعات تكون انواع الطابعات المطبوعه، هاي تكون سريعة تثبت كثافة أعليها. طابعة الليزر شوية تكون يعني أوكي، هي تكون عالية الجودة وسرعة كلش عالية، لكن شوية يكون سعرها أغلى. طيب هاي طلابها هم من يعني الطابعة أوكي ومنحبر، لكن شنو تكون بطيئة شوية بالاستخدام. واضح؟ وهاي الطابعة المصفوفة أيضا هم من النقطية، هم تكون نوعية ثانية، هم أقدر أستخدم بها الحبر وأتحكم بيها، وتكون جودة مالتها تكون عالية.
هنا عندكم سؤال طلاب؟ كلش بسيطة يعني من حياة اليوم. البنات عندكم سؤال؟ ماكم حس؟ ضحى نورة دكتور عاشور كلها بسيطة تجيكم خيارات طلاب صح وخطأ يعني مو شيء يعني صعب. دكتور بلا زحمة بس الامتحان لحد صفحة 16 بس مو نعم الامتحان ان شاء الله ايه بس لهاردوير طلاب يعني لو نحاول ان شاء الله نكمل هاردوير دكتور لا صفحة الامتحان هو لما كلها مو بس نحولها كلها الهاردوير لا 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 الهاردوير يعني الملزمة كلها امتحانكم تأجل فامتحانكم ان شاء الله انتو يوم الثلاثاء اي هسه اللي حنكمل يوم الملزمة ما في شيء بسيطة كلها بتخافوا دكتورة يعني الملزمة كلها؟ كل الملزمة عيد الامتحان لا الهاردوير كل شيء السوفت وير بعدنا ما بادين بيه بس الامتحان الأول لا لا ان شاء الله سهلة طلاب كلش بسيطة الأسئلة يعني لا تخافون ايه هو كل الفصل الاول الفصل الثاني تصوير بعدنا يعني على الفاينل ان شاء الله بعدنا ما بادين بيه بس هسه اي الملزمة كلها طلاب بس احنا كملناها ترى بقايا بكنا كل شيء ايه بقايا الدكتور بقايا تنص ملزمة نعم والله وايد يعني انا وايد والله دكتور يعني انا كل شيء مقارن من الملزمة وبوابة دكتورة صحيح هو ترى ما دي مقليلة هو اهمية دكتورة ما بيها مجال دكتورة بكتسوي انها لو تجيب لي يلا خلوا لي الوصف تخزين طلاب طلاب والله سهل الاسئلة والله يعني يلا حد وصف تخزين بس غير الاسئلة اي تمام دكتورة حد وصف التخزين شكرا يلا دكتورة يا صفا هسه وحدة خلينا نكمل هسه اليوم احنا وين بدينا وصلات التخزين هاي ما داخله صفحة 16 عفوا هذا يا شاطر هاني دكتور ها راح اشرب مرة ثانية محمد دكتور والله قاعد ها بروح اشرب ماي وجيت هسه طلع صوتي طيب يلا وحدات الادخال طلاب اوكي وحدات الادخال هي تكون شاشه اللمس زين شاشه اللمس شو استخدمها يعني اللابتوب اكو بيها تكون شاشه لمس انا اقدر استخدمها التاج اقدر استخدم التعليمات من التعليمات انه اقدر اني ارسل اي معلومه اوكي طيب بالنسبه لشاشه اللمس التاج وايضا همنا بالتليفون همنا شاشه اللمس واضح؟ لا بس الملزمة الأولى خلصناها. عندكم سؤال عليها؟ لا دكتورة واضح. لا دكتورة واضح كل شيء كاملة. والامتحان إن شاء الله كله سهل. طلاب بالنسبة إن شاء الله دكتورة إن شاء الله. لا بس سمعوني عفوا خليني أوضحكم كم فقرة. الامتحان حيكون ان شاء الله يوم الثلاثاء الحاسوب ساعة 10 بس اريدكم قبل ساعة 10 موجودين اوكي يعني مثل اي امتحان تمام الاسئلة كلش بسيطة ما اجيكم فتح نعم بس خليني اكمل طلابين الاسئلة كلش بسيطة راح تكون لحد وساط التخزين الاسئلة راح تكون لحد وساط التخزين لهنا أنا. اوكي اوكي دكتور اوكي دكتور احسن غادر نعم عشان يخصد محاولة لا لا ما خصد لحظة بس انطوني مجال طلاب الله يخليكم شباب طوني مجال الامتحان حيكون حد وساط التخزين اوكي بس هسه احنا الملزمة الأولى كملناها نبدي هسه بالسوفت وير عندنا بعد وقت دكتور دكتور والله تعبانين عندنا بايو كلها شويه امتحان ترى امتحان ولكن كانت مختلفه وبالعنا والله بالعنا والله تعبانين دكتوره
غير المحاضرة حسين. يلا تمام اوكي يلا هسه عندكم سؤال على المنظمة الأولى على الدكتورة. ها وذكرت أفت شغلة بكرة إن شاء الله طلاب اسمعوني بكرة إن شاء الله راح أحاول أنزلكم المادة مال ماتماتيك الرياضيات سويتكم ملخص كلش حلو المزيد. والله على وقت دكتورة شنو دكتورة احنا جماعة لحظة طلاب الله يخليكم بالامتحان الرياضيات تعتمدون على الملزمة وعلى الملخص مالتي مو تعرفون الملزمة مالتي وتروحون على الملخص يعني صار اقرأ بس الملخص لا 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 اكو شغلات ترى ما سويتكم اياها ما لاحظت ما سويتها احنا الجماعه اللي نعم. سدت عليهم المنصه ما عندنا لو محاضره رياضيات ولا اكو تسجيل اي والله يا دكتور يعني كل شيء ما نعرف في الرياضيات لانه اي دكتور اي احنا سدوا عليه دكتور انا من راح ايام ترى وكل شيء وانا اشرح دكتور انا والله ما اعرف يعني. ما تقدرين تصورين فيديوهات وترفعيها على يوتيوب حتى لو خارج المنصه ما يعني ما سجل حضورها بس على ما نفهم الماده زين يعني وانا ادز لكم اياها على المنصه على اليوتيوب رفعيها اذا ما هاي لا 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 عندنا قناه على اليوتيوب نرفعها دكتور على جروب دكتور نعم نعم علي تصورين فيديو والله ما عندي وقت ترى اني مو بس رياضيات عندي انا عندي حاسوب وعندي بعض الاقسام يعني دكتور انا هسه بيج حاله شو نسوي راح نرسب الامتحان ترى هو الحاسوب كله حفظ واشياء عربي يعني ما يحتاج احد يشرحه عن طلاب ترى الحاسوب كلش سهل والرياضيات طلاب بس سمعوني الرياضيات الله يخليكم الرياضيات راح انزلكم الملخص مالتي ان شاء الله بكره يمكم خلي هنا انا اوكي تمام حاول انت يعني تمام. شوف زميلك انت ولدك بدك تطلع شوف زميلك واشرح وياه دكتور رازي دكتورة مو ملزمتش ما مفهوم دكتورة الوحيد من منطقة تداوم هناك ما يمحل عفوا دكتورة المزل مالتش ما ينفهم له يعني هي رياضيات ما ينفهم له لازم ورقة وقلم هي المزل مالتش ما مثبتة أو ما هو كام سلحي هسه راح انزلك الملخص عمر مو عمر قاعد تتكلم هسه راح انزل لكم هسه الملخص طلاب سمعوني اسمع بس خلي اخذ حضور نعم اي ان شاء الله لا الرياضيات لا احاول ان شاء الله مو بي دي اف حتكون يعني ما اعرف ارتكم اياها ان شاء الله فشي بسيط يعني ولا تخافون والله الله كريم طلاب يعني خلوها ان شاء الله يعني تجي الاسئله وتشوفوها بس تخافوا ان شاء الله بسيطه دكتور نسجل الحضور بس خلي نسجل الحضور وهو راح يلا بس لحظة خلاص حضور طلاب دكتورة اكو طالب قال لي الامتحان مال الحاسوب اورال صحيح؟ شلون؟ اكو طالب قال لي الامتحان مال الحاسوب شفوي صحيح لو حال امتحانات البقية؟ شلون شفوي يعني وين احنا قاعدين؟ شلون شفوي؟ شنو من قال لك هذا يا شطور مصطفى من قال لك؟ شلون شفوي؟
يلا طلع. والله ما ادري هو على جروب ما ادري والله هو العملي على اساس العملي بالباي والتيم على اساس ما هيش طلاب 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 يلا عيني غادروا وتابعوا المناص ان شاء الله بكره راح نزلكم ملخص وملخص مالته واضافتين للمزمه واضح واضح دكتوره لا تخافون كلش اسئله بسيطه دكتورة والله لا تخافون تمام دكتورة لا والله سهل دكتورة والله دكتورة هاي احنا عندنا ثقة بيش مع السلامة دكتورة برياضيات لا تخافون عيني يلا عيني بالتوفيق ان شاء الله يلا عيني مع السلامة نعم جواب شكرا دكتورة على النقاش برياضيات وين واصلين نعم مصطفى صباح الخير احنا مكملين المزمة الاولى كليتين واكو شغلات ترك وصلتكم اي وصلتكم سؤال شغلات الترك يمكن ايه واحد دزها طالب شفت اي اي هي هاي يعني مزمة مو كلها داخلة طلاب يعني ترى واي شغلات تركتكم اياها ترى والله لا تركت النبي عازم وعاي في الرياضيات افضل دكتورة هنا والله دكتور احسن طلاب يلا عيني صراحتكم تابعوا المناصر راح انزلكم ان شاء الله الملخص اضافه للمنزمه اوكي نعم اوكي دكتورة اوكي دكتورة ها عيني مصطفى والله لا تخافوا كلش بسيطه ان شاء الله ما اعرف بعدنا مسويته بس لحد ما صار التخزين تمام تمام يلا حبايب بفراحتكم عين ها عين توتي ترى عندي بس سؤالين ايه حبيبي بس امتحان حصه 16 تختزين ولا ايه ايه لحد وصلت تخزين السؤال الثاني السؤال الثاني شفنا الحاسوب الحاسوب قصدك مريم لا احنا ما دام درسناها عربي ناجيكم اياها عربي بس الرياضيات انجليزي تخافون طلاب والله سهله بس تشوفون ان شاء الله وتدعوا لي يلا عيني بالتوفيق ان شاء الله